الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. حضرات السيدات والسادة، إنه لمن دواعي الاعتزاز اختيار المغرب لاحتضان الاجتماع رفيع المستوى للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا بدلالات قوية تعكس مكانة المغرب جهويا ودوليا. الرسالة الملكية وقفت عند الظرفية الدقيقة التي تعيشها بعض دول العالم العربي، ووفاء لوشائج الأخوة واعتزازا بانتمائه العربي والإسلامي، فإن احتضان المغرب لهذا الاجتماع هو خير تعبير عن تضامنه المطلق مع الدول العربية التي تعيش على إيقاع هذه التحولات، ومع شعوبها الشقيقة التواقة إلى الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. ومن هذا المنطلق ما فتئنا ندعو المجموعة الدولية لتقديم الدعم لهذه الدول لمساعدتها في جهودها لاستكمال مسار الانتقال السياسي ورفع التحديات الأمنية والتنموية التي تواجهها. وفي هذا الخضم تبرز أهمية الاتحاد المغاربي مطلبا حيويا لكافة الشعوب المغاربية. الرسالة الملكية أكدت التزام المغرب بتفعيله باعتباره ضرورة استراتيجية وأمنية وتنموية ملحة وحتمية اقتصادية، وإننا لنتطلع لإقامة النظام المغاربي الجديد الذي دعونا إليه لتجاوز الأطروحات العقيمة والعوائق الذاتية والموضوعية، والعمل بصدق ونية وفي مناخ من الثقة والحوار وحسن الجوار، على بلورة آليات للتضامن والتكامل والاندماج بما يجعل من اتحادنا قاطرة للتنمية المغاربية الشاملة وركيزة أساسية للعمل العربي المشترك، وعاملا على تحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الساحل والصحراء والاندماج الإفريقي. جلالة الملك أشار إلى المكاسب الهامة التي حققها المغرب على درب توطيد نموذجه التنموي والديمقراطي المتميز، قوامه إصلاحات سياسية ومؤسسية عميقة انطلقت من المصالحات التاريخية والمجالية الرائدة من خلال عمل هيئة الإنصاف والمصالحة وإعادة الاعتبار لمختلف مكونات الهوية المغربية الموحدة، وتوجت بإقرار دستور متقدم. وإيمانا منا بالتلازم الوثيق بين الديمقراطية والتنمية، فقد عملنا على مواكبة هذه الإصلاحات السياسية والحقوقية بالنهوض بالأوراش التنموية، سواء في مجال محاربة الفقر والهشاشة والتهميش وتوطيد التماسك الاجتماعي، ولا سيما من خلال برامج المبادرات الوطنية للتنمية البشرية، أو من خلال إنجاز المشاريع الهيكلية الكبرى، واعتماد استراتيجية قطاعية مضبوطة غايتنا تأهيل اقتصادنا الوطني والرفع من تنافسيته وتشجيع الاستثمار المنتج المدر لفرص الشغل. وتعزيزا لهذا التوجه المتكامل، فتحنا ورشة إصلاح القضاء اعتبارا لدوره المحوري في إحقاق الحقوق وتحقيق الأمن القضائي وتحفيز التنمية والاستثمار. وبموازاة ذلك أطلقنا ورشة الجهوية المتقدمة باعتبارها ليس فقط إصلاحا لتحديث هياكل الدولة، وإنما أيضا لكونها عماد الحكامة الترابية الجيدة. وأمام الوضع الدقيق الذي تعيشه بعض الدول العربية، دعا جلالة الملك المشاركين في هذا الاجتماع إلى العمل على تدارس مختلف التحديات المرتبطة بعملية إعادة بناء المؤسسات والتداول بشأن الاستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية الكفيلة بتوفير الكرامة والعدالة الاجتماعية وإيجاد الآليات الملائمة في مجال العدالة الانتقالية، انطلاقا من خصوصية كل دولة على حدة وبما يخدم شعوب الأمة العربية. فإننا ندعو الله تعالى أن يكلل أعمالكم بالتوفيق لما فيه صالح شعوب أمتنا العربية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحرر بالقصر الملكي بالدار البيضاء في يوم الاثنين 23 ربيع الأول 33400 هجرية، الموافق لرابع فبراير 13 و2000 ميلادية، محمد السادس ملك المغرب. الله يبارك في عمر سيدنا.